مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم معنا، ولقاء يتجدد يوميا مع صباح كل يوم وبنصبح عليك. النهاردة السبت 28 من محرم للعام الهجري عام 1446 هجريا 3 من أغسطس. يا رب يكون يوم جميل وسعيد علينا جميعا. وبنبدأ يومنا يعني بخبر جميل جدا بيبعث على الأمل والتفاؤل، ودايما بنقول إن الرياضة بشكل عام وكرة القدم تحديدا بشكل خاص هي رياضة بتجمع ولا تفرق، ودايما بتبعث يعني البهجة والفرحة في نفوس كل المصريين، وخصوصا لما المنتخب المصري يفوز ده بالتأكيد بيكون ليه تأثير إيجابي وبيسبب فرحة كبيرة جدا جدا لكل المصريين. النهاردة بنهنئ منتخب مصر لكرة القدم بعد الفوز على باراغواي والتأهل إلى الدور نصف النهائي ليلتقي مع فرنسا يوم الاثنين القادم بإذن الله في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. انتهت المباراة بالتعادل والفوز للمنتخب المصري بضربات الترجيح أو ضربات الجزاء يعني 5-4. كل التهنئة وكل التحية لمنتخبنا المصري لكرة القدم، ويارب دائما يعني في انتصارات وانتصارات قادمة بإذن الله، مش بس لرياضة كرة القدم ولكن لكل الرياضات المصرية ولكل المنتخبات المصرية الرياضية. بنتمنى لهم الفوز إن شاء الله في جميع البطولات وجميع المنافسات الرياضية على مستوى العالم. كل التحية والتهنئة لمنتخبنا المصري، وإن شاء الله يستمر في تحقيق الفوز حتى انتهاء هذه البطولة. النهاردة وزي ما احنا دايما متعودين معنا مجموعة من الفقرات المتنوعة بنتابعها مع حضراتكم مع بداية هذا اليوم اللي بإذن الله يكون يوم جميل وسعيد علينا جميعا. النهاردة بنحيي ذكرى رحيل لفنانين رحلوا عن عالمنا ولكن باقيين معنا بأعمالهم الفنية القيمة. زي ما دايما بنقول تاريخ الفن المصري ثري بالكثير والكثير من الفنانين والفنانات اللي بالفعل أثروا الحياة الفنية المصرية بأعمالهم الفنية القيمة، مش بس الحقيقة الحياة الفنية المصرية ولكن يمكن العربية بشكل عام. يعني كتير جدا من الفنانين والفنانات قدموا الكثير من الأفلام السينمائية الجميلة اللي يعني كان بيتابعها كل شعوب العالم العربي. طبعا من هؤلاء الفنانين الفنان القدير الفنان الراحل رشدي أباظة. النهاردة بنحيي ذكرى ميلاد الفنان القدير رشدي أباظة اللي قدم الكثير والكثير من الأفلام السينمائية الجميلة. الحقيقة الفنان رشدي أباظة رغم يعني وسامته إلا أنه لم يعتمد على هذه الوسامة في أعماله الفنية، يمكن كانت بداية لدخوله المجال الفني، لكنه بعدها ثبت فعلا أنه صاحب موهبة ويمتلك بالفعل موهبة فنية حقيقية، وقدر أنه يتنوع في تقديم أدواره الفنية. الفنان رشدي أباظة قدم دور الصعيدي، دور الفلاح، دور الفقير، في بعض الأوقات قدم يعني أدوار بتدور في إطار اجتماعي كوميدي. بالتأكيد كلنا فاكرين فيلم الزوجة 13 طبعا مع الفنانة الجميلة شادية. يعني بالفعل الفنان القدير رشدي أباظة فنان صاحب موهبة خاصة. رشدي أباظة من مواليد 3 أغسطس عام 1926، ويعد أحد أهم نجوم السينما في الزمن الجميل. وفعلا يعني الشباب المصري الجميل ولادها وبناتها هم أملها، ويارب دايما نشوف مصر بلدنا الجميلة، مصر الأمل ومصر المستقبل بإذن الله. وزي ما عندنا حاضر قوي ومستقبل مشرق بإذن الله، عندنا كمان ماضي مشرف. وفعلا يعني عدد كبير من الفنانات أيضا شاركوا في تقديم عدد من الأعمال الفنية القيمة اللي فعلا أثرت الحياة الفنية العربية. من هؤلاء الفنانات الفنانة مديحة كامل. النهاردة بنحيي ذكرى ميلاد الفنانة مديحة كامل، حيث ولدت يوم 3 أغسطس عام 1948. والفنانة مديحة كامل فعلا لها الكثير والكثير من الأعمال الفنية القيمة. يمكن بدأت مشوارها الفني زي أي فنان أو فنانة بالمشاركة في عمل فني ببعض الأدوار الصغيرة أو بعض الأدوار البسيطة. قدرت أن هي تثبت وجودها وقدرت أن هي تثبت نجاحها، وانطلقت بعدها إلى سماء الفن وعالم النجومية. وأول بطولة للفنانة مديحة كامل كانت من خلال فيلم المعلمة سماح، وبعدها انطلقت إلى سماء الفن وعالم النجومية وقدمت عدد كبير من الأفلام السينمائية الجميلة حتى اعتزلت وارتدت الحجاب. ونبدأ مع حضراتكم جولتنا السريعة مع الأخبار وأخبار السبت 3 أغسطس. من الأهرام،
دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يزور اليوم السبت عددا من المصانع بمحافظة الأسكندرية في جولة تفقدية للمحافظة. وكان رئيس الوزراء قد أكد أن الزيارات الميدانية يجب أن تكون جزءا من أجندة العمل الأسبوعي لكل وزير، وأن يكون متواجدا في المواقع المختلفة لمتابعة العمل بنفسه وعدم الاعتماد على التقارير فقط، مؤكدا أن جزء من أجندته هو الزيارات الميدانية، حيث يوجد عدد من الزيارات الميدانية لعدد كبير من المحافظات. مهرجان العالمين يواصل النجاح للعام الثاني على التوالي. برلمانيون قوة ناعمة جديدة للدولة المصرية وتجسيد حقيقي للتنمية الشاملة، ويؤكدون نجاح في لفت أنظار العالم في إلى مدينة سياحية متكاملة الخدمات. اسمحوا لنا نتوقف مع مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي الأستاذ خالد سالم. أهلا بحضرتك معنا يا أستاذ خالد. صباح الخير يا أستاذة حنان، أهلا بيك يا فندم، وأهلا بنورة مسبيرو يا فندم. أهلا بحضرتك يا أستاذ خالد. أستاذ خالد، يعني عايزين نلقي الضوء بشكل سريع على الزيارات الميدانية اللي أكد عليها دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والحقيقة شفنا بنفسنا يعني عدد من المحافظين، عدد من المسؤولين في تواجد مباشر مع المواطنين لمحاولة يعني معرفة مشاكل كل مواطن. يعني فعلا الزيارات الميدانية ايه قد ايه مهمه انها تكون موجوده فعلا على ارض الواقع، راي حضرتك ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا يعني طبعا بنحيي سعادتكم ونحيي اهل مصر والكرام، وده توجه عام شفناه ابتداه فخامه الزعيم عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، ان هو كان بينزل من 5 الفجر تقريبا، ينزل بيشوف المشاريع القوميه اللي موجوده في مصر واستراتيجياتها والياتها وما وصلت اليه، وبالتالي انتقلت هذه المعلومة الهامة لدولة معالي رئيس مجلس الوزراء اللي نقلها للسادة الوزراء والمحافظين. صحيح. بتفعيل فكرة ان المسؤول ما يكونش موجود فقط في المكتب، لازم يكون في نزول ميداني، فبدأها النهاردة ان شاء الله دكتور مصطفى مدبولي هيكون موجود ان شاء الله في اسكندرية، وهيبتدي ينزل يبص على بعض المصانع الموجودة، وده هدفنا ان احنا نشوف النهاردة 120 مليون مصنع في مصر. دكتور مصطفى النهاردة بيشوف النهاردة ماذا ما وصل إليه التطور الصناعي، بينزل بيعدي، وده برضو بتوجهات فخامة الرئيس والسادة الوزراء كلهم فيما يخصه، إن كل واحد النهاردة يبتدي ينزل يبقى فيه تلاحم مع الجماهير، ينزل يشوف من المشاكل على الطبيعة، ينزل يسمع من المصنعين وأصحاب المصانع إيه مشاكلهم اللي بتواجههم، بينقلها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور كابتن اللي هو كامل بيه الوزير، اللي هو برضه حاطين عليه حمل كبير في الهدف من التنمية الصناعية في مصر، وإن احنا يكون ضمن روافد الاقتصاد المصري والدخل القومي لمصر هي التصنيع، وإحنا لازم نصنع وده الأمل لينا المنشود. صحيح. النهاردة بنشوف النهاردة الدكتور مصطفى هيبتدي يشوف بعض المشاريع اللي احنا شغالين فيها في محافظة اسكندرية على وجه التحديد، واللي اعتبرت الآن دلوقتي العاصمة الثانية أو العاصمة السياسية الصيفية لمصر في مدينة العالمين. فنأمل إن شاء الله أن يكون في افتتاحات جميلة، ونشوف إيه مشاكل المصنعين، ونشوف إزاي التطوير، وعندنا كم هائل من المستثمرين نازلين مصر في الفترة القادمة، وشفنا منهم بوادر كتيرة في محافظات مختلفة، فإن شاء الله يبقى في تفعيل لهذا الدور لكل وزير ينزل ويحتك بالناس على أرض الواقع ويشوف مشاكلهم ويحلها، ونتجاوز ونكبر إن شاء الله المنظومة الاقتصادية عن طريق الصناعة. صحيح صحيح. يعني فعلا أستاذ خالد زي ما حضرتك أشرت، هي منظومة متكاملة للتنمية والتقدم، يعني الزيارات الميدانية للمسؤولين والمحافظين عشان يكون في تواصل مباشر مع كل مواطن مصري، والتأكيد على أهمية توطين الصناعات من خلال إقامة الكثير والكثير من المصانع، والتواصل أيضا مع يعني أصحاب هذه المصانع للتعرف على مشاكلهم ومحاولة حلها بشكل سريع جدا لمزيد من الجذب للاستثمارات المحلية والاستثمارات الأجنبية. بتكمل هذه المنظومة أيضا مهرجان العالمين اللي يعتبر بالفعل يعني مهرجان سياحي عالمي جميل، بيحضره عدد كبير من الفنانين من كل دول العالم، عدد كبير من الزعماء جاءوا ليستمتعوا بهذه الأجواء الجميلة لمهرجان العالمين في دورته الثانية، فده بيؤكد على يعني المزيد من الجذب أيضا للاستثمارات الأجنبية، وبيؤكد على جمال مصر وأمان مصر، و يعني
يعني الحقيقة منظومة متكاملة هدفها الأول والأساسي هو دعم الاقتصاد المصري والارتقاء بمستوى المعيشة اللي بيقدم للمواطن المصري. أستاذ خالد حضرتك معانا؟ تمام يا فندم. حضرتك طبعا أشرت لنقطة مهمة جدا، إن إحنا كان عندنا طبعا من أهم الدخول للاقتصاد المصري كانت معتمدة على السياحة، وإحنا بعد ما حصل عندنا تطوير كبير في المناطق السياحية في البحر الأحمر زي شرم وغردقة وراس سدر وطابة وأماكن كتير، يعني ارتقى للقيادة السياسية إن إحنا يكون عندنا مكان جميل برضو. إحنا عندنا أجمل شواطئ في العالم على طريق الساحل الشمالي ومنطقة العالمين، اللي هي النهاردة كانت أرض تسكنها يعني بعض المشاكل اللي كانت تعتبر مهجورة، وحاولنا مع دول كتيرة أنهم يدونا الخرائط بتاعت الألغام والحاجات اللي كانت موجودة. بفضل الله وفضل القوات المسلحة والقيادة السياسية تدخلت وطهرت هذه الأرض، وأصبحت النهاردة مش علم، هي عالمين فعلا. أحلام. احنا النهاردة شايفين العالمين النهاردة، أولا هي دلوقتي أصبحت العاصمة الثانية السياسية، العاصمة السياحية. احنا شايفين النهاردة صحيح. العظمة والجمال والشياكة والرقي اللي تم بيه مدينة صحيح. العالمين الجديدة. صحيح. مدينة العالمين النهاردة ما أصبحتش فقط كمزار شاطئي، لكن دخل فيها كمان السياحة الشاطئية، دخل فيها صحيح. سياحة صحيح. اليخوت، دخل فيها حاجات كتير. صحيح. الفن صحيح. المصري الراقي صحيح. والقوة الناعمة المصرية الداعمة اللي هي أول من أنشأ الفن المصري والفن العربي. صحيح. النهاردة صحيح. احنا شايفين إن مدينة العالمين ومسرح العالمين وتوافد كل الفنانين المصريين والعرب والأجانب وبدا انبهارهم بكمية الجمال والحضارة المصرية متمثلة في العالمين صحيح. الجديدة والجمهورية الجديدة. شايفين قد ايه النهارده ان صحيح. احنا بنعمل مستوى ثقافي وحضاري يليق بدولة مصر، اللي هي دولة مصر صحيح. اول حضارة صحيح. في التاريخ. يعني فعلا احنا النهارده فعلا في يعني في شرف ويعني وثقافة مصر انها دايما النهارده تخلينا على مصاف الدول، ومفيش حد هيقدر ياخد مكانة مصر الثقافية وهذا الرقي إن شاء وأي الله. فنان في الوطن يعني العربي أستاذ خالد عشان ينتشر لازم ينتشر عن طريق مصر، بهذه الكلمات الجميلة مكانة مصر ثقافيا وفنيا وسياحيا، إن شاء الله مصر هتفضل دايما محتفظة بمكانتها المتميزة وإلى الأمام دائما. إحنا محتاجين ساعات وساعات الحقيقة عشان نتكلم على يعني هذه المشاريع وطريق التنمية والتقدم، لكن أستاذ خالد سالم الكاتب الصحفي بنشكر حضرتك جدا على هذه المداخلة الهاتفية القيمة. شكرا يا فندم. مشاهدينا اسمحوا لنا نواصل جولتنا السريعة مع الأخبار. ومن الأخبار، مجلس الوزراء وعدد كبير من القرارات. أصدر مجلس الوزراء 217 قرار علاج على نفقة الدولة خلال يوليو 2024. من الأخبار، و100 يوم صحة. 100 يوم صحة تقدم أكثر من 1,500,000 خدمة مجانية في أول أيام الحملة. من الأخبار، وزير البترول: برنامج الحكومة واضح ويستهدف توفير طاقة مستدامة. من الجمهورية، كامل الوزير يتفقد الخط الأول للقطار السريع ويؤكد ملحمة وطنية عظيمة. من الجمهورية، وزراء الزراعة والتموين والمالية يبحثون دراسة أسعار المحاصيل الاستراتيجية. من الأخبار، رانيا المشاط: مصر وقارة أفريقيا يجمعهما تاريخ مشترك وتعاون بناء في مجالات عديدة. المصري اليوم: التنمية المحلية، مشروعك ساهم في تنفيذ 212 ألف مشروع بقروض 29 مليار جنيه. من المصري اليوم: الحكومة تستهدف زيادة مرتبات العاملين في المجال الصحي. البوابة نيوز: وزارة التموين التوسع في إنشاء منافذ المجمعات الاستهلاكية بالمحافظات. رئيس هيئة الدواء: توفير نواقص الأدوية بالسوق قريبا بإذن الله. المصري اليوم: إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 عقب انتهاء التجميع والمراجعة. من المصري اليوم: تعليم القاهرة تستعد لاستقبال امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية.
اسمحوا لنا أن نتوقف مع حضراتكم، ومعنا مداخلة هاتفية مع الكاتبة الصحفية الأستاذة هند حسن. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك، صباح الخير يا أستاذة حنان. أهلا بحضرتك أستاذة هند، وبنصبح على حضرتك. ويعني عايزين نلقي الضوء كده بشكل سريع على إن شاء الله إحنا في انتظار نتائج الثانوية العامة، وطبعا البحث عن الكليات وعن الجامعات المختلفة في كل محافظات مصر. ويمكن قلنا وأكدنا إن كليات القمة دلوقتي الطب والهندسة والكلام ده بتاع زمان، أعتقد إن هو تغير كبير جدا، وبقى فيه البحث عن الكليات اللي فيها التكنولوجيا الحديثة. رأي حضرتك ايه؟ تمام، كلام حضرتك مظبوط فعلا. احنا زي ما احنا عارفين ان الفتره دي فتره بيتم فيها العمل على تجهيز نتائج الثانويه العامه لاعلانها خلال ايام قليله ان شاء الله. تمام. وطبعا ده بعد العمل على انتهاء المراجعه والتجميع وتحديد اوائل الثانويه العامه ل 2024 ان شاء الله، وباذن الله يكون الاسبوع المقبل يكون هو اعلان النتيجه اليوم. وزي ما وضحت وزارة التربية والتعليم ان نسبة النجاح بإذن الله هتكون كويسة جدا، لان فيها كمادة الأحياء 91%، علم النفس والاجتماع 92%، الكيمياء 92%. كويس. طبعا كل ده حاجة بتدينا تفاؤل جميل جدا لظهور النتيجة للثانوية العامة. صحيح، زي ما حضرتك ما بتقولي طبعا احنا بنتمنى ليهم النجاح والتوفيق لجميع طلابنا وانتقالهم للتعليم الجامعي جميعا باذن الله. فعلا الكليات كلها، انا شايفه ان الكليات كلها بتكون ليها فائده وبتكون ليها مستقبل، بس في بعض الكليات مستقبلنا، لان طبعا احنا نجد ان كل طلابنا او كل شباب مصر دلوقتي بيدوروا على في الفتره اللي احنا فيها دي على العائد المادي في المستقبل، واللي هيديهم فعلا حاجه كويسه لمستقبلهم يعني. ففعلا في بعض الكليات بتكون ضروره جدا وبتكون ليها عائد او اعلى أجر، زي كليات العلوم، كليات الذكاء الاصطناعي طبعا ده أهم، والبرمجة، وكل ده بيبقى فعلا مهم جدا بالنسبة للطلاب دلوقتي. صحيح. ويعني احنا بنقول رسالة لكل الطلبة والطالبات، يحاولوا بقدر الامكان ان هم يفكروا في اتجاهاتهم يمكن كمان من قبل ظهور النتيجة، يعني علشان طبعا المجموع طبعا هو اللي بيكون ليه دور كبير في اختيار الكلية، ولكن نبدأ كده ايه نهيئ نفسيتنا ونبدأ نفكر بجدية. ولا رأي حضرتك ايه يا أستاذة هند؟ أكيد طبعا مظبوط، هو للأسف المجموع هو اللي هيحدد الكلية اللي هو هيتجه ليها، وده كان لازم يتم من بداية دخولهم الثانوية العامة من قبل ما يبدأوها، والمجهود اللي هيبذلوه عشان يقدروا يوصلوا للمجموع. يعني اللي عايز يدخل كلية الطب أكيد مجهوده هيكون أعلى في الثانوية العامة عشان يقدر إن هو يجيب المجموع التنسيق يقدر يوصله ليه. فطبعا إحنا صحيح القادمين على هذه النقطة فعلا يعني. صحيح. عموما أستاذة هند حسن الكاتبة الصحفية، بنشكر حضرتك جدا على هذه المداخلة الهاتفية القيمة، وبالتأكيد بنتمنى لكل أولادنا يعني في الثانوية العامة يا رب النتائج تظهر وتفرح كل البيوت المصرية. وفعلا الدولة دلوقتي أنشأت الكثير من الكليات من خلال الجامعات المختلفة، الحقيقة في تخصصات مختلفة. هذه التخصصات الجميل أو الجديد فيها ان هي بتخدم سوق العمل، يعني بنحاول ان احنا نقلل الفجوه ما بين اعداد الخريجين وبين احتياجات سوق العمل، فنحاول نبحث عن سوق العمل محتاج ايه في الفترات القادمه، ويا ريت اولادنا يلتحقوا بالكليات اللي فعلا بعد التخرج باذن الله هتوفر لهم فرص في سوق العمل ان شاء الله، مع تمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق باذن الله. هنكمل جولتنا السريعه مع الاخبار، ويعني هنتكلم عن الأرصاد الجوية وطبعا استعراض سريع لدرجات الحرارة، وده شيء مهم جدا. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقس حار راطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار راطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة، راطب ليلا على أغلب أنحاء الجمهورية. بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت، في القاهرة العظمى 37 والصغرى 27، في الأسكندرية 33-24، في مطروح 32-25، في سوهاج 41-26، في قنا 42-26، وأخيرا في محافظة أسوان درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 29. مشاهدينا بكده بتكون انتهت جولتنا السريعة مع الأخبار.